الشارقة للبطولات العالمية، كانت كثير أجواء حماسية في بحيرة خالد، فرق من تقريباً 14 دولة مشاركين في هذه السباقات الفورمولا 1 للزوارق السريعة. استضفنا هذه السنة جولتين، جولة قبل النهائية وبطولة العالم في إمارة الشارقة في بحيرة خالد بالتحديد، والحمد لله يعني أهم شيء بالنسبة لنا كمنظمين سلامة المتسابقين. كانت في بعض الحوادث الخفيفة اليوم، ولكن الحمد لله كلهم بخير، وتوج أبو ظبي كبطل العالم، لقب بطل العالم في سباقات الفورمولا بعد الجهود الكبيرة اللي يعني بذلوها في الحقيقة في سباقات الفورمولا في مختلف دول العالم. نتمنى إن شاء الله السلام للجميع، ونتمنى أن الجمهور استمتع، ونشكر جميع القائمين على العمل من فرق العمل اللي موجودين في الميدان، ونشكر كذلك الجمهور على تفاعلهم معنا في أسبوع الشارقة للبطولات العالمية.